نجوم رغم رحيلهم، لكن موجودون في سماء الجونة. في خطوة جميلة من إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وكعادة كل عام قدم المهرجان للحضور حقيبة خاصة تحتوي على بعض الهدايا كتذكار، وهذه السنة كانت مختلفة مع نجوم في السماء، حيث وزع المهرجان بروشات للراحل رجاء الجداوي، شيكار فؤاد المهندس، وحسن حسني، تخليدا لذكرى رحيل عدد من النجوم البارزين في عالم الفن. كما قدمت فرح الديباني أغنية دليدة قصة حب بنكهة جديدة تقديرا لأرواح الراحلين عن عالم الفن، ومن بينهم نادية لطفي، ماجدة الصباحي، هيثم أحمد زكي، محمود ياسين، رجاء الجداوي، حسن حسني، شويكار، طلعت زكريا المنتصر بالله، جورج سيدهم، وشعبان عبد الرحيم. وفي لفتة رائعة قام المصمم محمد جابر في مبادرة منه لتكريم النجوم الراحلين بصور تخيلية لهم على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة 2020 بدورته الرابعة، وكتب تكريم لبعض من أكبر نجوم السينما في الوطن العربي رحمة الله عليهم جميعا، فمن منهم افتقدتموه خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورات الرابعة؟ وأضاف سؤال لمتابعيه عن من يتمنون أن يروه في ختام المهرجان، انتظروا نجوم الزمن الجميل في حفل الختام، واكتبوا لي من تحبوا أن تشاهدوه في حفل الختام.